السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. أخواتي إخواني اللي عم يشوف الفيديو عندي هلأ على القناة جديد، ما له مشترك عندي بالقناة، إذا سمحتوا اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو إذا عجبكم. القناة عندي محتواها إن شاء الله كتير حلو، فيها شغلات كتير إن شاء الله بتفيد، تمام؟ فإذا سمحتوا اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك. بالإضافة لجماعة اللي عندي بالقناة المشتركين، بتشكركم جدا 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 على الدعم. كمان لا تنسوا اللايك إذا بتريدوا، لأنه عم تنسوا اللايك ليش ما بعرف، تمام؟ فأنا هلأ بدي بلش الفيديو وما راح طول عليكم، يلا خلينا نبلش ونشوف الفيديو اللي حاورشكم إن شاء الله. جاني اليوم نصائح من اليوتيوب، يعني شركة اليوتيوب هي بعتت لي نصائح وعم تقول لي بهي النصائح إنه مبروك إنه أنت قناتك عم تحرز تقدم كبير، ومشان هيك رح نعطيك نصائح تستخدمها بقناتك لحتى تعززها أكثر وأكثر، تمام؟ فرح ورجيكم هلأ النصائح اللي اجتني من شركة اليوتيوب نفسها، تمام؟ هلأ حورجيكم الإيميل والنصائح اللي عطاني إياها اليوتيوب، ولازم أنتوا تطبقوها. ليش؟ لأنه هي بتطبق على اللي عنده 200 ولا مليون ولا مليونين ولا ثلاثة. هي النصائح اللي بعتوها مهمة لكل اللي عندهم قنوات على اليوتيوب، تمام؟ رح أورجيكم إياها هلأ. شوفوا هلأ نحن حنشوف نقطة بنقطة إن شاء الله. هلأ هاي الإيميل اللي إجاني، أنا شايفين شو مكتوب فوق؟ 4 نصائح يمكنك تطبيقها لإنشاء الفيديو التالي على اليوتيوب، تمام؟ هلأ شوفوا شو كاتبين. تحضير قناتك لجذب معجبين جدد. هون كاتبين شهدت رحلتك في إنشاء محتوى بداية موفقة، وننصحك باتباع أفضل الممارسات القليلة هذه لإنشاء الفيديو التالي والبدء في بناء منتدى من المشتركين. يعني أنه أنا أعمل منتدى هلأ عندي على القناة وبلش بهالقصة هي، بس أنا بصراحة هلأ بكير لسه علي قصة المنتديات، رح هي أجلها شوي، تمام؟ حاطي لك اللي بعده، شوفوا شو كاتبين هون. التعرف على الخطوات التي يتبعها منشئو المحتوى الآخرون. أن تعلم أن منشئي المحتوى المفضلين لديك هو أفضل طريقة للبدء. يمكنك التعرف على طريقة تخطيطهم للمحتوى وإعداد الإضاءة وزاوية الكاميرا والطريقة التي يبدأون بها الفيديوهات أو ينهوها بعبارة جذابة من الصعب نسيانها. يمكنك أيضا انتقال إلى علامة التبويب المحتمى الرائج للاطلاع على المواضيع الرائجة وتصوير فيديوهات بأسلوبك الفريد. يعني هذا الكلام انه بامكانك انه انت تفوت على المحتوى الرائج وتشوف شو الكلمات يلي بيحطوها المنشئين المحتوى المشهورين باليوتيوب مشان يجذبوا مشاهدين. يعني حتى تخيلوا انه حتى في كلمات بيقول الواحد بالفيديو بتجذب اللي عم يتفرج على الفيديو عندك. فبصراحة هي يعني شغلة غريبة، يعني انه مثلا ما اقول انا كلمة بالفيديو يعني المشتركين ينجذبوا عليها، فما بعرف هي يعني نقطة من اليوتيوب، فأكيد هن أدرى بهذا الموضوع. شايفين عندكم هي أول نقطة عم يحكوا فيها، إنه أنت فوت وتفرج هون في عندك كتير كلمات رائدة، مثلا مثل تحياتي إخواتي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، حطوا لايك. في كلمات كتير يعني بتكون موجودة بالفيديوهات بالفعل غريبة أحيانا، ما يعني هيك بتخليها بتجذبك يعني، تمام؟ فهي النقطة. النقطة الثانية اعتماد المحتوى القصير والجذاب. ليس من الضروري أن يكون الفيديو طويلا ليكون رائعا. يمكنك تصوير وتحميل لقطات عفوية وغير معدلة في الوضع العمودي لا تتجاوز مدتها 60 ثانية لجذب الجماهير جديدة. نصيحة من المحترفين، يمكنك استخدام هذه اللقطات كمقطع دعائي للمحتوى الطويل في المستقبل. سمعني؟ يعني عم يقولوا لك انه المحتوى القصير، عرفتوا المحتوى القصير يلي بيتنزل بس مدته دقيقة، تمام؟ انا عامل فيديو عندي بالقناة كيف تعملوا هذا الفيديو القصير تنزلوه عندكم على القناة. يلي بيحب لسه ما شاف الفيديو عندي، يلي بيحب يفوت على القناة ويشوف الفيديو يلي انا حاطه، بالاضافة اللي حاطه هلأ عندي بالوصف، امكانكم تفوتوا على الوصف تشوفوه، بس تفوتوا عليه على الوصف، تمام؟ هاي شغلة. فعم يقولوا لنا انه الفيديو القصير جذاب، تحكي فيه انت مثلا دقيقة بس
ممكن تحكي شغلات تجذب اللي عم يتفرج على المحتوى عندك، تمام؟ هاي شغلة. عندنا نقطة ثالثة، كاتبين حث المعجبين على العودة إلى قناتك، ننصحك بتذكير المشاهدين بالنقر على زري اشتراك وأعجبني مبكرا وبشكل متكرر في فيديوهاتك، ويمكنك أن ويمكنك أن ويمكنك أيضا طرح ما تعرفنا نحكي ويمكنك أيضا طرح أسئلة تفاعلية على المعجبين ليجيبوا عنها في التعليقات، ومن المهم التعبير عن إعجابك بهذه التعليقات والرد عليها حتى يشعر المشاهدون بالتقدير. يعني هاي شغلة مهمة كمان، إنه أنت تنزل فيديو عندك، تمام؟ بالإضافة إنك تكرر بالفيديو أنت عم تحكي إنه كلمة الاشتراك وأعجبني، يعني لا تنسى كلمة الاشتراك ولا تنسى إنه كلمة اعملوا لايك، تمام؟ يعني هدول الكلمتين عم يقول لك إنه كررهم بالفيديو أنت وتحكي، أو حط طلع الإشعارات اللي بتطلع كل شوي مثلاً اشتراك أعجبني، مثل ما أنا بعمل عندي على الفيديوهات إذا لاحظته، تمام؟ بالإضافة عم يقول لك إنه التعليقات، وتجيك تعليقات من الناس اللي بتعلق عندك على الفيديو، لا تتجاهلها، رد عليها، لأنه المشترك مهم بالقناة ولازم يحس إنه في له دور كبير عندك بالقناة، فلا تتجاهل أي تعليق، تمام؟ مو من عندي، يعني هاي نصائح اليوتيوب اللي عاطين إباعتنا إياها، مو من عندي، تمام؟ هلأ في عندكم النصيحة الأخيرة، وضع استراتيجية للمحتوى. عليك منح المشاهدين سببا وجيها لزيارة قناتك باستمرار، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال إنشاء سلسلة، أي اختبار موضوع وإنشاء بضعة فيديوهات حوله. يعني تختار أنت مثلا موضوع، لنفترض عن الهجرة، تمام؟ الهجرة إلى أوروبا، الهجرة إلى كندا مثلا، تطرح هذا الفيديو عندك على القناة وتمشي فيه بقى، تحط بقى شو الشروط بعد كل فيديو، فيديو حط الشروط، حط القصص، حط الشغلات، تمام؟ مثل أنا عندي بالقناة منزل عندي أنا موضوع لم الشمل، ومنزل موضوع أنه لم الشمل للمتزوجين زواج الوكالة، يعني عم نزل فيديوهات عن هالمواضيع هي كلها. فأنت لازم تركز على محتوى وتضلك تنزل عليه، تمام؟ بالإضافة أنا عندي فيديوهات منزلها عندي على القناة، إذا بتفوتوا لعندي على القناة اللي ماله مشترك عندي بالقناة، فوتوا على القناة وتفرجوا على القناة. عندي كثير شغلات عم بحكي فيها عن اليوتيوب، نصائح اليوتيوب، كيف ترفع الفيديو، كيف تضبط خصائصه، يعني في كثير شغلات كمان مركز عليها عم بحكي فيها أنا بالفيديو، تمام؟ فهي النصائح عم يقولوا لك إنه تتبعها وتمشي فيها، لأنه هي نصائح جيدة، تمام؟ وهون آخر شيء كاتبين لي، بدأ معظم منشئي المحتوى رحلتهم مثلك تماما، لكن المثابرة كانت وستبقى مفتاح النجاح. شكرا فريق يوتيوب. اسمع، يعني شايفين، يعني هذا الحكي شركة يوتيوب عم تقول لك يا ليش؟ لأنه هي عندها خبرة وبتعرف كيف بيوصل اليوتيوبر عندها، تمام؟ فعملوا لي هون، بدأ معظم منشئي المحتوى رحلتهم مثلك تماما، لكن المثابرة كانت وستبقى مفتاح النجاح. إن شاء الله يا رب أنا مستقبلا نكون منهم، وإن شاء الله تدعموني أنتوا باللايكات. عم تنسوا اللايكات وقت اللي عم تشوفوا الفيديو، عم تنسوا اللايك. ليش عم تنسوا اللايك؟ ما بعرف، بسوا على اللايك، الله يخليكم. واللي عم يشوفوا فيديو جداد، لو سمحتوا إذا بتريدوا فوتوا لعندي على القناة واشتركوا بالقناة وشوفوا محتوى القناة، إن شاء الله رح يعجبكم، تمام؟ أجتني هاي النصائح اليوم من اليوتيوب، وبدي أتشكر شركة يوتيوب كمان، لأنه عم تتابع هاي الأمور، بتدعم المنشئي الأقنية عندها، وبتضل معهم خطوة بخطوة، وبتعطيهم نصائح كل فترة فترة. حتى أنا على فكرة أول ما صار عندي 100 مشترك عندي بالقناة، بتشكر شركة يوتيوب كمان، بعتوا لي إيميل قالوا لي تهانينا، لقد صار عندك 100 مشترك، بإمكانك تحتفل وتعمل فيديو احتفالي بهالمئة مشترك. هلا انا بتشكرهم، بس انا بصراحه يعني جبت انه 100 مشترك، يعني لسه مو محرز زي واحد يعمل فيديو احتفال وكذا، بدنا ان شاء الله على 100,000 مشترك او على 1,000,000 مشترك ان شاء الله، تمام؟ فبمعيدكم دعموا لنا الفيديو ودعموا لنا القناه، خلينا نوصل مثل ما قلناكم ان شاء الله بقالنا 4 شهور لحتى نخلص السنه تبع المهله تبع شركه اليوتيوب. هذا الفيديو كان تبعي لليوم، بتمنى ان شاء الله يكون فدكم، بتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.